سؤال المشاهدين، ونحن في اليوم 22 من شهر رمضان المبارك. السؤال يقول: ماذا تسمى عظائم الذنوب؟ ماذا تسمى عظائم الذنوب؟ الإجابة تبدأ بحرف الكاف. نستقبل إجابتكم من الآن وحتى غدا الساعة 3 عصرا عبر الأرقام والعناوين الظاهرة أسفل الشاشة. حظا موفقا للجميع. معلومة وجائزة من هنا من أمام سدة العيدروس في مدينة الشحر محافظة حضرموت. نضع سؤالنا لفقرة معلومة وجائزة، والسؤال يقول: ما هو الشيء الذي تأكل منه ولا تأكله؟ ما هو الشيء الذي تأكل منه ولا تأكله؟ عبارة عن سؤال على هيئة لغز، تابعوا. ما هو الشيء الذي تأكل منه ولا تأكله؟ تأكل منه ولا يتأكل؟ والله ما عرفت. ما هو الشيء الذي تأكل منه ولا تأكله؟ تأكل مني ولا تأكله؟ ما ندري. جائزة 40,000. حت. عبارة عن سؤال على شكل لغز. ما هو الشيء الذي تأكل منه ولا تأكله؟ تأكل منه ولا تأكله؟ الوقت. ليش؟ الوقت. الوقت. اسمك يا والد؟ احمد العبد العبيدي. حياك الله عم احمد. من حياك؟ من الشحر. من الشحر، ونعم فيك. حياك. طيب، معلومه وجائزه. هتدي لك سؤال على شكل لغز. والجائزه 40,000. ما هو الشيء الذي تاكل منه ولا تاكله؟ تاكل منه ولا تاكله؟ حاول تفكر ايش. ما هو الشيء اللي تاكله؟ هو لغز يعني. أيوه. شيء صعب يعني. اسمك الكريم؟ سعيد أبا سبتي. يا سعيد حبيت. الله يسعدك دنيا وآخرة. وآخرة. قل آمين. آمين. معلومة وجائزة. هات. عدي لك سؤال على شكل لغز. هات. والجائزة 40,000. هات. إن شاء الله تكون من نصيبك. الباقي على الله. الله يسعدك. الباقي على الله. الباقي على الله. باقي. ما هو الشيء الذي تأكل منه ولا تأكله؟ البحر. لو سمحت. البحر. اسمك يا والد؟ عبد الرحيم. يا عبد الرحيم، شيء تأكل منه ولا تأكله، ما هو؟ شيء تأكل منه ولا تأكله؟ أي. السؤال ما هو غريب علينا، الذاكرة معك. شيء تأكل منه ولا تأكله؟ فلوس. الفلوس. شيء تأكل منه ولا تأكل؟ ايش هو؟ تأكل منه الصحن ولا تأكل منه ولا تأكل الصحن؟ معشرة. معشرة. أيوة. المعشرة الصحن. تأكل منه ولا تأكله؟ ولا تأكله. أيوة. المعشرة الصحن. 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 المعشرة الصحن. هذا اللي تأكل منه اللي فيه أكل هذا. كلام صح. صح. كلام سليم. متأكدين؟ أيوة. وصفقوا له. أيوة. إذن هاتوا 40,000. تفضل، هذه 40,000 يا عم سبيت. شيء تأكل منه ولا تأكله؟ لا تأكله. أيشو؟ الصحن. الصحن. أيوة. مبروك عليك الجائزة.